نعم، وفق الجيش الإسرائيلي فإنه يطالب المناطق التالية: بلدة القرارة وأحياؤها، بني سهيلة وأحياؤها، وأحياء معا وقيزان النجار وجرت اللوت والمنارة والسلام وعبسان الجديدة وأحياؤها، وعبسان الكبيرة وأحياؤها، بلدة خزاعة وأحياؤها، بلدة الفخاري وبلدة النصر وبلوكات 39 و39 و42 و68 و84 و116 و114 و124 و225 و212 256 231 260 و270 و2272 و2280. هذه هي الأحياء والبلوكات التي يطالب الجيش الإسرائيلي المواطنين بضرورة إخلاء منازلهم. كل هذه المناطق تقع في خان يونس أيمن؟ في المناطق، نعم، هذه المناطق الشرقية وبعض المناطق الجنوبية الشرقية من محافظة خان يونس، يطالب بإخلاء المنازل والذهاب إلى المناطق الإنسانية. لا نعلم أي مناطق إنسانية في المناطق الغربية من محافظة خان يونس. الناس يشتكون في تلك المناطق من عدم وجود مياه نظيفة، من عدم وجود من عدم وجود خيام، من عدم وجود بنى تحتية، من عدم وجود أغذية ومواد وأدوية ومستهلكات طبية وغيرها. منطقة غرب خان يونس منطقة زراعية، والجيش الإسرائيلي عندما توغل فيها قبل عدة أشهر قام بتدمير آبار المياه فيها. فبالتالي الظروف في المناطق الغربية من محافظة خان يونس صعبة للغاية ومكتظة بالنازحين الذين خرجوا من محافظة رفح باتجاه مواصي خان يونس. الآن يطالب المناطق الشرقية من خان يونس بالتوجه إلى المناطق الغربية من هذه المحافظة، وهناك ظروف صعبة وقاهرة جدا يعيش الناس في تلك المناطق. هذا الخبر ورد قبل دقائق معدودة من الآن. المناطق الغربية التي يطلب الجيش الإسرائيلي التوجه إليها أيمن، هذه المناطق هل هي يتواجد فيها مقومات الحياة؟ هل يوجد فيها ماء، خيام تكفي لكل هذه الأعداد؟ لأن المناطق كبيرة حقيقة التي يطالب الاحتلال بإخلائها. الجميع يعلم بأنه محافظة خان يونس تم تدميرها بالكامل. البيت الذي إن لم يتم قصفه وتدميره بالكامل تضرر بشكل جزئي، تضرر بشكل كلي. فمحافظة خان يونس عبارة عن كومة من الركام، والناس تعيش بين هذه الخيام وبقايا المنازل. لا توجد بنى تحتية، لا يوجد مياه، لا يوجد خيام، لا توجد أغذية. ما يتوفر هو بعض المعلبات التي ملها الناس، وعلى مدار 9 أشهر وهم يتناولون هذه المعلبات من البقوليات واللحوم وغيرها. فبالتالي ظروف الناس صعبة وقاسية جدا. نحن وأنا نازح في بلدة القرارة في المناطق الغربية من بلدة القرارة، ظروف الناس صعبة وقاهرة. الناس يلتحفون، يعني يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في خيام في هياكل من البلاستيك، من النايلون، من الأقمشة البالية، لا تقي من لسعة البرد ولا من صهد جمرة الصيف. فبالتالي ظروف صعبة وقاهرة جدا. الناس هناك تصاب وبالجفاف نتيجة اشتداد درجات الحرارة، كونها مناطق زراعية وصعبة جدا ولا يوجد بها آبار مياه، كون الجيش الإسرائيلي توغل فيها في مرات سابقة وتم تدمير الآبار والأراضي الزراعية في تلك المنطقة وأصبحت أرض صحراوية. فالوضع في المناطق الغربية من خان يونس والمناطق لا تسر، ظروف يعني معقدة جدا، المنازل مدمرة، الناس هناك خيام بين بقايا ركام المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي. فبالتالي الوضع سيزداد سوءا لدى الناس بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي للمواطنين في المناطق الشرقية بالنزوح إلى المناطق الغربية قبل قليل. فسنشهد ساعات صعبة ومقلقة لدى الناس في ظل مطالبات الجيش الإسرائيلي بالتوجه إلى الأماكن الغربية من محافظة خان يونس. بالانتقال إلى وسط قطاع غزة، الطائرات الحربية الإسرائيلية ما تزال تحلق على علو منخفض
في محافظات وسط قطاع غزة، وهذا ينذر باستمرار للغارات الجوية الإسرائيلية. التحليق المكثف للطائرات المسيرة هو يثير القلق لدى الناس، كون هذه الطائرات تحلق على علو منخفض وبإمكان هذه الطائرات القيام بعمليات اغتيال للنشطاء الفلسطينيين، وأيضا بإمكانها إعطاء إشارات للطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف الأماكن التي تود الغارة عليها، وأيضا هذه الطائرات ترصد كل ما يجول على أرض وسط قطاع غزة، فبالتالي هذه الطائرات نذير شؤم وخوف لدى الناس. أيضا قبل ساعتين من الآن تم انتشال جثماني شهيدين من منطقة مخيم النصيرات جراء استمرار القصف المدني على المناطق الغربية والمناطق الشمالية من مخيم النصيرات، المناطق التي يتم استهدافها أحياء في منطقة وادي غزة والمغراقة ومدينة الزهراء. هذه المناطق تتعرض على الدوام للغارات الجوية وللقصف المدفعي المكثف. أيضا كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت إحدى الشقق السكنية في برج أبو جبة في مخيم البريج، وأدى هذا إلى سقوط ثلاثة إصابات وفق المصادر الطبية، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى العودة وسط قطاع غزة. أيضا تم استهداف المسجد الكبير في مخيم البريج. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دير البلح أيمن أبو شنب مراسل الغد.